عن محاضرة هذه اليوم هي أنواع التخطيط الاقتصادي. وزي ما أخذنا في المحاضرات الفائتة أو السابقة مفهوم التخطيط الاقتصادي، ودائما تنقسم أنواع التخطيط الاقتصادي من حيث الأهداف إلى تخطيط اقتصادي بنائي ووظيفي، ومن حيث المجالات ينقسم إلى تخطيط جزئي وتخطيط شامل، أي أيضا من حيث الميادين فينقسم إلى تخطيط شامل أو تخطيط طبيعي أو اجتماعي أو اقتصادي أو ثقافي. فنجي نتحدث أولا عن أنواع التخطيط من حيث الأهداف، فهو ما يسمى بالتخطيط البنائي، ويقصد به إحداث تغيرات جذرية في البناء الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع وإقامة أوضاع جديدة. فهذه التغيرات في البناء الاجتماعي أو الاقتصادي تنبني بصورة أساسية على التخطيط أو الخطة أو الوسائل التي تؤدي إلى تحقيق هذه الأهداف. أما بالنسبة للنوع الثاني من أنواع التخطيط، فهو ما يسمى بالتخطيط الوظيفي، ويقصد به إحداث تغيرات في الوظائف التي يؤديها النظام. ومن حيث المجالات فإن التخطيط ينقسم إلى تخطيط جزئي وتخطيط شامل. فالتخطيط الجزئي دائما يتناول قطاعا أو مجالا واحد أو ما قطاعات المجتمع مثل الزراعة أو الصناعة أو التعليم أو الصحة أو إلى غير ذلك. فالتخطيط الجزئي هو دائما يهتم بتناول الوحدات الجزئية التي تكون دائما مكملة لبعضها البعض، مثل قطاع الزراعة فهذه مخرجاته تؤدي إلى قطاع الصناعة كمدخلات، وبالتالي هذه المدخلات تستفيد منها باقي القطاعات الأخرى. أما بالنسبة للتخطيط الشامل فدائما يا جماعة يتناول جميع قطاعات المجتمع وأنشطته، وده بيعتمد بصورة أساسية على الخطة الفعالة والمتابعة الدقيقة ووضع السياسات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف. أما من حيث الميادين فينقسم التخطيط إلى تخطيط طبيعي، فيهدف إلى المحافظة على الموارد الطبيعية للمجتمع مثل التربة الزراعية أو موارد المياه أو توزيع الطرق أو خطوط الكهرباء أو إلى غير ذلك من الخدمات العامة. فهنا الحفاظ على هذه التربة الزراعية دائما تكون من خلال عملية التلوث بالإضافة إلى موارد المياه، فهي تعتبر مصدر أساسياً لتوليد الكهرباء، وبالتالي تعتبر مورد أساسيا لقيام الزراعة أو غيرها من هذه الأشياء. أما من حيث التخطيط الاجتماعي فيهدف إلى مستوى الخدمات الاجتماعية، سواء كانت تتمثل هذه الخدمات في الخدمات الصحية أو الخدمات التعليمية أو الترويجية، وتوفير الرعاية الاجتماعية ومحاربة الجريمة والانحراف والدفاع الاجتماعي عن المجتمع. فدي كلها يهدف إليها التخطيط الشنجم على الاجتماعي، ده ما بكون إلا من خلال عملية التنسيق بين هذه المجالات المختلفة، سواء كان هذه المجالات هي مجالات صحية أو تعليمية أو محاربة الجريمة من خلال الوسائل الفعالة. أما التخطيط الاقتصادي فيهدف إلى رفع مستوى المعيشة والدخل القومي وتوزيع عادل وتوفير الاحتياجات الضرورية لمختلف فئات المجتمع. فالتخطيط الاقتصادي دائما يعمل على رفع مستوى المعيشة من خلال الإنتاجية وزيادة الدخل، لأن كل ما زادت الإنتاجية تؤدي إلى زيادة الدخل، وزيادة الدخل تؤدي إلى تحسين دخل الفرد في المجتمع، وبالتالي يحدث ما يسمى بالادخار، وهذا الادخار يؤدي إلى زيادة الاستثمار، وزيادة الاستثمار تؤدي إلى زيادة الدخل القومي، وبالتالي يعمل على توفير
الاحتياجات الضرورية لمختلف فئات المجتمع، سواء كان هذه الحاجات الضرورية تتمثل في مشرب أو مأوى أو غيرها من هذه الأشياء. أما بالنسبة للتخطيط الثقافي فيهدف إلى تنظيم شؤون الثقافة والعمل على خلق وعي ثقافي يسهم في تكوين الرأي العام، وده بيعتمد بصورة أساسية على عملية الدعاية والإعلان أو وسائل أو عناصر أو عناصر المزيج التسويقي بأنواعها المختلفة. وثانيا من حيث أنواع التخطيط من حيث المستويات، فدائما ينقسم إلى تخطيط دولي وتخطيط قومي وتخطيط إقليمي وتخطيط محلي وتخطيط قطاعي، بالإضافة إلى وحدة إنتاجية. ودائما التخطيط أو مستويات التخطيط تختلف وتتعدد بحسب الهدف الذي ترمي إليه الخطة، ولا بد أن نميز بين مستويات التخطيط. فالتخطيط على المستوى الدولي، يقوم هذه التخطيط على منظمات دولية متخصصة تابعة لهيئات الأمم مثل البنك الدولي للإنشاء ومنظمة العمل الدولية. فهذه التخطيط الدولي دائما بيعتمد على رؤوس أموال أو بيعتمد على صورة أساسية على شركات متعددة الجنسيات، وبكون الهدف منها هو مساعدة الدول التي تحتاج إلى تنمية أو إلى توفير رؤوس أموال معينة. أما من حيث التخطيط على المستوى القومي، وفيه يكون التخطيط مركزيا وشاملا لجميع المستويات أو لكافة قطاعات الأنشطة، وتخضع لجميع أجزاء المجتمع موضوع التخطيط، ده ما يسمى بالتخطيط القومي. أما التخطيط على المستوى الإقليمي، وفيه يكون التخطيط على مستوى جغرافي محدد مثل مجموعة محافظات متجانسة، ويشمل هذه النوع دائما ذلك لوجود إمكانيات أو إقامة التخطيط الإقليمي التي تتمثل أساسا في عدم التجانس بين أقاليم الوطن الواحد، وفيه تتوفر قدرة معينة من الموارد التي تميز أقاليم الدولة وظيفيا. ويعتبر التخطيط على المستوى الإقليمي هو وسيط بين التخطيط القومي والتخطيط المحلي، فهو حلقة الوصل بين هذه الاثنين، سواء كان هو التخطيط القومي أو التخطيط المحلي. ومن ثم يعمل على توجيه عمليات التنمية المحلية ويزيد فعاليتها، كما أنه يعمل على ضمان درجة مناسبة من التوازن بين التخطيط على المستوى القومي والمحلي. والتنمية المحلية هي دائما الاستفادة من الموارد المحلية على مستوى الإقليمي، وتنمية هذه الموارد ينبني على الخطة الفعالة التي تؤدي إلى تحقيق أهداف هذه التخطيط. أما التخطيط على المستوى المحلي، وفيه يكون دائما الاهتمام بالوحدات الصغيرة في المجتمع وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد المجتمع المحلي، والاستفادة من المشاركة بالنسبة للأهالي هذه المجتمع في وضع الخطة وتنفيذها، وده بيعتمد بصورة أساسية على المشاركة الفعالة من خلال إبداء الرأي ووضع الخطط ووضع الحلول المناسبة التي تعمل على تحقيق التخطيط المحلي. أما التخطيط على المستوى القطاعي، ويتم التخطيط لقطاع معين في المجتمع مثل الزراعة أو الصناعة أو الخدمات الأخرى، ويرتبط هذه المستوى من التخطيط بالمستوى القومي، حيث تتخذ بعض الدول التخطيط لكل قطاع من القطاعات الكبرى، بحيث نجد في النهاية تخطيطا قوميا. أما التخطيط على مستوى الوحدة الإنتاجية، ويتم تقسيم القطاعات الإنتاجية في المجتمع إلى وحدات تتمثل في المؤسسة أو الشركة أو المصنع، وتخضع هدفها لها وتخطط لها بوسائل وبرامج متعددة تحقق في إطار متكامل مع الهدف من تخطيط القطاع العام. التخطيط على حسب الوحدة الإنتاجية، لا بد إذا أي وحدة إنتاجية دارين نعمل لها تخطيط، لا بد أن يكون هنالك وسائل فعالة أو برامج متعددة تعمل في إطار متكامل، أي بمعنى أن لا يعمل
قطاع أو شركة معينة بمنعزل عن القطاع الآخر، أي أن يكون هنالك تنسيق وتكامل بين هذه القطاعات حتى تهدف إلى تحقيق الهدف العام من عملية هذه التخطيط. أما ثالثا فعندنا التخطيط المركزي أو ما هو التخطيط اللامركزي. والتخطيط المركزي يعني به قيام أجهزة التخطيط على المستوى القومي باتخاذ القرارات الخاصة بالخطة مع الاهتمام بعملية التنسيق والتوازن والتكامل بين جميع قطاعات المجتمع، ده يسمى تخطيط مركزي. والتخطيط اللامركزي يعني قيام المستويات المحلية والقطاعية والوحدات الإنتاجية اللامركزية بالمشاركة في اتخاذ القرارات التخطيطية، وخاصة فيما يتعلق بإجراءات التنفيذ. وتتضح العلاقة بين التخطيط المركزي والتخطيط اللامركزي في أن التخطيط المركزي يكون على مستوى القومي ويتم فيه مشاركة المستويات المحلية اللامركزية والمقترحات، ثم تصدر الخطة النهائية وعلى مستوى المحلي، وتتم ترجمة هذه الخطة إلى إجراءات قابلة للتنفيذ أو القيام بمهام هذه التنفيذ. ده الفرق بين التخطيط المركزي والتخطيط اللامركزي، فهو بيعتمد بصورة أساسية على المستوى القومي، ولا بد أن يكون هنالك آراء أو مقترحات يتم فيها إصدار الخطة بصورة نهائية، أي اعتمادها بصورة نهائية حتى تطبق على أرض الواقع. ورابعا من حيث الفترة الزمنية، فدائما التخطيط ينقسم إلى 3 أنواع. فالنوع الأول عندنا تخطيط طويلة المدى، ودائما الفترة بتكون من 10 سنوات أو أكثر. أما التخطيط قصير أو متوسط المدى فدائما بكون بين 6 سنوات إلى 10 سنوات. أما التخطيط قصير المدى فبكون 5 سنوات أو أقل. ويترتب هذه النوع من التخطيط بعامل الزمن وفترة تنفيذ الخطة لأهداف، وعليه يتم تحديد هذه الأهداف في الآتي. وعندنا 1، عندنا التخطيط طويل المدى يهدف إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية بعيدة المدى تصل إلى أكثر 10 سنوات أو قد تصل إلى 30 سنة فأكثر. وأما التخطيط متوسط المدى ويتحدد مدى تحقيق أهدافه في فترة زمنية بين 6 أو 10 سنوات، ودي ما يسمى بالخطة السداسية أو الخطة العشرية. أما بالنسبة لتخطيط قصير المدى فيهدف إلى تحقيق أهداف تكتيكية قريبة المدى وتتحدد مدتها في 5 سنوات، ودي يسمى بخطة خمسية. فإن وضع الخطط لثلاثة أو لمدة مختلفة إنما يعني الجمع بين توقع الأهداف على المدى الطويل وتحقيق الأهداف على المدى القصير، أي الجمع بين التوقع وبين الدقة والتنفيذ، وده كله يؤدي إلى تضمن فكرة التخطيط. ووضع 3 خطط كل عام على أساس الآتي، فلا بد أولا أن تكون الخطة الأولى هي تحديد أنشطة العام التالي ولا تزيد عن سنة، وده بيعتمد بصورة أساسية على نجاح هذه الخطة وتوفير الموارد اللازمة لها والوسائل التي تعمل على تحقيق هذه الخطة. أما بالنسبة للمرحلة الثانية وهي الفترة القصيرة التي تتكون من 3 أو 5 أو 7 أعوام، ويتم فيها ملاءمة سنويا ويترك السنة التي انتهت إضافة إلى سنة ثالثة أو خامسة أو سابعة. أما بالنسبة للخطة الثالثة للمستقبل فهي دائما تكون 10 إلى 20 عاما فأكثر.